السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات القرعة الأمريكية. فكما تحدثنا في الحلقة الماضية، كان هناك لقاء بين هيئة المحامين المكلفين بالهجرة والقاضي الذي سوف أو الذي هو مكلف بالنظر في قرار ترامب المتعلق بالهجرة. فلقد تم يعني تأجيل هذا اللقاء وهذه الجلسة إلى 28 من هذا الشهر، من شهر غشت. إذن ليس هناك لدينا أي خيار سوى الانتظار، ليس هناك يعني حكم في طعن في قرار طعن لقرار ترامب. إذن اللقاء لقد تأجل إلى 28 في هذا الشهر إن شاء الله. سأوافيكم بالجديد. إذن في هذه الحلقة أود أن أهنئ من كل قلبي يعني الفائزين بالقرعة 2020 الذين توصلوا برسالة الكونفيرميشن. فكما قلت وأقولها وأكررها، أولئك الذين يعني تتبعوا النصائح وسمعوا لنصائحنا وأرسلوا الوثائق مباشرة بعد ملء DS 160 لقد توصلوا برسالة الكونفيرميشن. هذا ماذا يعني؟ يعني أنهم أرسلوا يعني DS 160، بعدها مباشرة أرسلوا الوثائق بدون ترجمة، أرسلوها مباشرة رغم أن أرقامهم كبيرة، فلقد توصلوا بالكونفيرميشن. وعلى سبيل المثال لدي هنا أرقام لأشخاص أعرفهم حق المعرفة، ويمكن أن أقول أنهم إخوتي وليست بأصدقائي. فمثلا رقم 58 ألف، ويعني قد توصل برسالة الكونفيرميشن، فهنيئا لك صديقي وأخي. رقم 63 ألف، هنيئا لك أخي وصديقي، لقد توصل برسالة الكونفيرميشن. لاحظوا الأرقام إنها كبيرة. هناك رقم لقد توصل كذلك، هنيئا لك. رقم 8000، لقد توصل برسالة الكونفيرميشن. رقم 25000 لثلاث نقاط، يعني لقد توصل برسالة الكونفيرميشن. إذن هذا راجع إلى أنهم سمعوا لنصائحنا، والحمد لله. يعني كان بالهم مشغول جدا لأنهم كانوا يراسلوننا لقد أرسلت الدائس وأرسلنا يعني الوثائق ولزلنا لم نتوصل بالرسالة، إذن فما هو المشكل؟ فلنوضح بعد الأمور جزاكم الله خير. إذن هناك حلين. عندما ترسلون DS وترسلون الوثائق، هناك حلين. يا إما أن تنتظروا أسبوعين إلى ثلاث أسابيع ثم ترسلون مرة أخرى إن لم تتوصلوا برسالة confirmation، يمكن إرسال وثائق مرة ثانية، فهذا الحل الأول. أو يمكنكم الاتصال مباشرة بمكتب كنتاكي والسؤال هل توصلتم بالوثائق أم لا، أريد أن أعرف هل توصلتم بوثائق كاملة، تعطينهم الكيز نمبر بتاعكم وسوف يجيبونكم بنعم أم لا. يعني مسألة بسيطة جدا، يمكن أي شخص لم يجيد اللغة الإنجليزية أن يبحث عن شخص يجيد اللغة الإنجليزية ويكلم مكتب كنتاكي مباشرة، فهم يعطينك الجواب. إذا قالوا لك نعم قد توصلنا بالوثائق، فكن مطمئن، سوف يعني تصلك رسالة confirmation في القريب العاجل. وهذا الأشخاص الذين أعطيتكم أرقامهم، فالحمد لله لم يتصلوا بمكتب كنتاكي، عملوا بالنصائح، أرسلوا الوثائق بعد ملء DS، فبعد أسبوعين توصلوا برسالة الكونفيرميشن، والحمد لله. يعني كما نقولوا طرقوا مسمار وتهناوا، يعني دابا مرتاحين، كان داك ستريس واخدين داك ستريس، الله يحسن العوين، كاملين جربنا هذا ستريس هذا، لأنك كترسلوك تبقى يعني شغلك الشاغل هو مراقبة الإيميل، فوقتاش غيجيني؟ ما كاينش شي نهار غيدوز ما تفتحش الإيميل، واش ياك ما جاتني الرسالة ياك ما يا فوقتاش غتجيني؟ يعني تفادوا هذا الضغط وهذا التوتر وهذا. إذن فنصيحتي مرة أخرى، الله يجزيكم بخير، لمن لا زال لم يرسل وثائق، أسرع بإرسال الوثائق، فلا تنتظر رسالة أو إيميل إرسال وثائق، إرسلها مباشرة.
إذن فكما قلت هنيئا لهذه الأشخاص الذين توصلوا برسالة الكونفيرميشن، وأقول لكم يعني اطمئنوا الحمد لله. صراحة يعني تجاوزتم عتبة أو تجاوزتم يعني درج من الـ 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 يعني خطوة من الخطوات الموالية إن شاء الله. فما عليكم إلا انتظار باستقبال يعني رسالة الموعد، وهذا شيء مهم يعني عليكم مراقبة النشرات غالبا، لأن كما جرت العادة قرار ترامب أجل يعني المقابلات إلى شهر يناير، فغالبا ذوي الأرقام الصغيرة ستبتدئ النشرات في شهر 11 أو شهر 12، يعني هنا ستبتدئ النشرات بالظهور لكي يتم يعني المنادات على الأرقام الأولى في شهر يناير، يعني شهر 11 شهر 12 ستبدأ النشرات، وشهر 1 سوف تنطلق المواعيد. فكما قلت قرار ترامب صراحة هو فرصة من ذهب إن شاء الله لدراسة جميع ملفات بأكملها، لأن هناك فرصة كبيرة لدراسة جميع الملفات، لأن ستبتدئ المقابلات إلى يعني غاية شهر 1، يعني هناك وقت كافي لمكتب كنتاكي ليدرس جميع الملفات الكبيرة والصغيرة. كما لاحظتم يعني صراحة هذا العام يعني 2000 وقرعة 2021 يعني صراحة هناك أرقام استفادوا كبيرة، واستفادوا ليس كباقي يعني الفائزين بقرعة 2019-2018، فهناك يعني أرقام كبيرة لم تستفيد للأسف. إذن كما قلت هذا القرار ترامب فهو صراحة فرصة من ذهب لتتم دراسة جميع الملفات. فإن شاء الله لا تيأسوا كما قلت وتفائلوا، إن شاء الله كل شيء غيتوصل بكونفيرميشن، كل شيء غيتوصل في رسالة الموعد إن شاء الله، وغدوزوا إن شاء الله المواعيد بحول الله، وكل شيء إن شاء الله غيجي الميريكان بيكون غير الخير إن شاء الله. ثاني حاجة أريد أن أعطي نصيحة لبعض إخوان الذين يتجهون إلى مكاتب الموثقين أو المحامون ليملأ لهم DS 260 أو شيء من هذا القبيل، فخذوا الحذر، لأن هاد الناس كما نقول غايتهم تجارية، يعني يملأ المعلومات كيف يشاء، وكما أعطيته أنت المعلومات فما عليك إلا مراقبة ومراجعة ماذا كتب. يعني إذا لديك يعني دبلومات، لديك شواهد يعني التريننج، يعني الستاجرز كما نقول التداريب، يعني كل حاجة عمرها، احرص على ملء جميع معلوماتك الشخصية وجميع دبلوماتك وجميع تداريبك وجميع يعني المعلومات المهمة، لأنك سوف يعني تعطي فرصة وتسهل عمل القنصلية في يعني عمل بحث عليك، أو كما نقولوا يديروا عليك أونكيت ويبحثوا عليك بزاف. فشحال ما عطيتي معلومات كافية وعمرتي دي اس مزيان، كتسهل عليهم يوم المقابلة، كتسهل عليهم الأمور باش ما يطولوش معك، بل معنا كان ما يطولوش معك بزاف في الانترفيو دغيا غيساليوك. فالناس اللي كيمشيو مثلا الموثق ولا شي محامي يملأ ليه الدي اس، يحاول يرد معه البال، الله يجزيكم بخير، يرد معه البال، لأن كاين كما قلت عندهم غاية غير تجارية، غيقول لك تعطيني 500 درهم نعمر لك داكشي، تعطي لي 400 درهم نعمر لك الدي اس، ولكن راه غيدير داكشي، غيقول لك لا بلا ما دير هاد الستاجات، بلا ما دير غير ديبلوم واحد، لا بلا ما دير هاد الدبلومات، لا دير اي حاجه، عندك الباك وعندك الاجازه وعندك الماستر وعندك شواهد ديال التدريب اللي هما لي ستاج ديرهم، لان هنا في امريكا التجارب يؤمنون بالتجارب، وترامب اعلن مره في تدخلاته انه يؤمن بالتجارب ولا يؤمن بالشواهد. يعني هنا كانوا عندك التجارب راه واخا يكون عندك الدبلومات راه التجارب عندك راك تخدم، والعكس صحيح، ما عندك التجارب وعندك الدبلومات راك ما تقدرش تخدم. إذن فهذه نصيحتي، الله يجزيكم بخير، حاولوا يعني تراجعوا وتراقبوا من بعد هذه الناس اللي كيعمروا لكم دي اس 260. اوكي، نصيحة ثانية، الحذر من بعد المواقع، هناك ناس راسلوني انهم تعرضوا للنصب، مواقع يرسلون رسالة الكونفيرميشن لبعض الارقام ياخذونها عشوائيا
ويقولون لهم هنيئا لك الرسالة كونفيرميشن يعني وصلتك، ابعث لنا مبالغ مالية كي يعني نسرع لك بالموعد موعد المقابلة. فبالله عليكم مكسب كنتاكي معروف يعني الإيميل ديالو ومعروف الشعار ديالو، يعني جزاكم الله خير. لا تثقوا في أي إيميل أو أي موقع غير صادر عن الموقع الرسمي لمكتب كنتاكي. فالمكتب كنتاكي يعني الإيميل اللي كيجي من عنده راه معروف، جوج ديال لي زيميل، واحد ديال الدوكيمنت والاخر ديال kcc.state.gov، هادو يعني إيميل معروفين. فحذاري حذاري حذاري من النصب عن طريق هذه المواقع، جزاكم الله خير. اوكي، يعني هادو النصائح. يعني أناس، هناك أشخاص راسلوني، لذلك أريد أن أنبه جميع أحبائي ومشاهدينا الكرام إن شاء الله. سنمر إلى الجواب على بعض الأسئلة. فهناك أشخاص يعني دائما الأسئلة تريدني عبر المواقع الاجتماعية، أسئلة أسئلة أسئلة. هناك يعني أشخاص يقولون أرسلت ملأت الدي اس وأرسلته وأرسلت الوثائق لكن لم أتوصل برسالة الكونفيرميشن، إذن ما هي المدة الزمنية بين إرسال الوثائق وإرسال الكونفيرميشن؟ يا أخي كما قلت، هنا مكتب كنتاكي يدرس الملفات يعني عشوائيا، وصراحة لا أحد يعرف خبايا وأسرار عمل مكتب كنتاكي. أنت ما عليك هو إرسال الدي اس والوثائق في أقرب وقت، وعليك الانتظار أسبوع أو أسبوعين. إن لم تتوصل برسالة الكونفيرميشن فلديك خيارين، إما إعادة إرسال الوثائق أو الاتصال مباشرة بمكتب كنتاكي. هل يعني وصلتكم وثائقي؟ تعطيهم الكيز نمبر غيجاوبوك وصلت نعم، ما وصلتش غيقول لك راه ما وصلتش، غتعاود تصيفطهم. يعني سهل جدا، وهذا ما قاموا به يعني قمنا به في مع اولئك الفائزين في 2020 و2019 و2018. اذا هذه مساله عاديه. شنو اخر؟ هناك اسئله. هناك سؤال لأخت، هناك سؤال لأخت يعني هي كانت تنوي الزواج بشخص هذا اللي يعني في هذه السنة، وشاءت الأقدار أن هذا الشخص فاز في القرعة الأمريكية لسنة 2021، فتسألني ماذا سأفعل؟ هل سأتمم إجراءات الزواج أم سأنتظر إلى أن يذهب ويعني ونكمل مراسم الزواج؟ إذا فهنا يا أختي لك واسع النظر، يعني لك اختيار. غير هو إلا كنت زعما غتزوجوا يعني قبل ما يصيفط الوثائق، فحرصوا على أن يعني تتم مراسم الزواج قبل ملء الدي اس وقبل أي شيء. يعني خصكم، لان من بين الوثائق اللي غادي المعلومات اللي غادي تعمروا في الدي اس 260 هي عقد زواج، تاريخ عقد الزواج والاسم الشخصي للزوج والزوجه وما الى ذلك، وغتعمروا جوج ديال لي دي اس، يعني الدي اس ديال الزوج ديالك والدي اس ديالك انت، يعني غيعمر هو الاول وغادي يجواني معاه الدي اس ديالك انت، لان هذه السيده من المغرب. فهذا حل اول إذني. لكن انت غادي تزوجوا هنايا وبغيتوا تمشيو بجوج، حاولوا تزوجوا قبل ما تعمروا الدي اس 260 وديروا المراسم ديال الزواج، يعني لان في القنصليه غيسولوكم علاش تزوجتوا قبل مورا يعني النجاح في القرعه، غيسولوكم واش عندكم اسئله، واش عندكم زعما عفوا واش عندكم صور قديمه، غيسولوكم امتى تعرفتوا، غيسولوكم واش ساكنين بجوج ولا لا، يعني اسئله راه غيبحثوا معكم. كنتوا بغيتوا تخليوا من الافضل تيمشي يكمل هو الاجراءات ديالو، لان دابا الوضعيه يعني كما كنقولوا حساسه وحرجه شيئا ما، خليه حتى يكمل هو الاجراءات ديالو ولا يسهل ليه الامور وجا لهنايا، يعني فيك ما يصبر واحد العام ان شاء الله على ما يجي يقدم مسائله ورقاته هنايا، وديك الساعه يرجع للمغرب وتزوجوا ان شاء الله. نتمنى تكون غير الوضعيه مزيانه والامور بخير وعلى خير، فالله يسهل الامور للجميع ان شاء الله. إذن هادو جوج حلول لك كما قلت لك واسع النظر، ما تخافيش منه. هناك سؤال آخر يعني دائما يعني يريدني،
رجعت الدي اس ووجدت انني اخطات في العنوان وماذا سافعل. إذن كما قلت في فيديوهات سابقة، ما عليك إلا الاتصال بكنتاكي أو الاتصال عبرهم بإيميل تستفسير عنهم أنني المرجو يعني فتح الدي اس 260 وعملت واحد الخطأ وبغيت نصحه، غير سيفتو لك الدي اس 260 غير تفتحه وتصحح هذاك الأخطاء ديالكم وتعود سيفتو. إذن هنا يعود نصيحة، الله يجزيكم بخير، اللي مازال ما ملأش الدي اس 260 وناشد جميع المشاهدين الكرام، حاولوا تحققوا يعني تفيريفيو من جميع المعلومات قبل ارسال الدي اس باش ما تكثرش عليكم، لان الاخطاء وداكشي راه غتحملوا المسؤوليه ديالهم يوم المقابله. راه شحال واحد واكد على الايميل ورساله المستضيف هنا، راه لان الا غلطتي في الايميل راه ما غيوصلك حتى شي حاجه فيه، ولا العنوان هنايا الا خطاتوا فيه راه فيه غيجيكم الوثائق يعني الجرين كارت والسوشيال سيكوريتي. فالله يجزيكم بخير، حاولوا تفادوا هذه الامور هذه. سؤال اخر، يعني سؤال اخر يقول انا يعني ارسلت الدي اس 260 لكن لم ارسل وثائق لاني في بلد اخر واريد العوده الى بلدي الاصل لكي يعني يجمع هذه الوثائق، فماذا سافعل؟ لان بسبب هذا كوفيد 19 المساله يعني السفر الى بلد اخر شيئا ما صعب. فيا أخي يعني كما قلت، أنت قلتها بنفسك، يعني الوضعية حرجة شيئا ما بسبب هذا الوباء، فنسأل الله يعني السلامة والعافية للجميع وتكون الأمور بخير وعلى خير. فلا بد لك أن ترجع إلى بلدك لكي يعني تجمع الوثائق. فلو أنك تعرف، لأن هناك أريد أن أقول لك نصيحة، لكن هناك وثائق تستدعي يعني حضورك الشخصي. أريد أن أقول لك يعني لو لديك أخ أو أب يتكلف بجمع لك هذه الوثائق ويعني سكانيها ويسفتها لك ذلك البلد وتعود تاني تسكانيهم وتسفتهم فربما، لكن هناك مثلا في المغرب هناك يعني وثائق تستدعي يعني شخص حضور يعني الشخص بشخصيته كما نقول لسحب تلك الوثيقة. فنصيحتي لك يعني حاول قدر الإمكان بأي طريقة لأن تسافر إلى بلدك الأصل وتستكمل إجراءات القانونية. فهذا يعني الفيديو حاولت أن نلخص فيه جميع هذه الملاحظات والنصائح والجواب على بعض الأسئلة. فكما قلت يعني هنيئا للفائزين الذين يعني توصلوا برسالة الكونفيرميشن، وإن شاء الله كلكم إن شاء الله فائزون وإن شاء الله تفاؤلوا خيرا تجدون خيرا. ديروا اللي عليكم يعني ملؤوا الدي اس، صفتوا الوثائق، ما تيأسوش نهائيا، ما تشأموش. فوالله العظيم أنا شخصيا متفائل جدا متفائل جدا، عسى أن تكرهوا شيئا وخيركم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فإن شاء الله هذا القرار والله العظيم ربما فيه خير ل 2020 وللديفي 2020 والديفي 2021. فنتمنى إن شاء الله الجميع الفوز والجميع إن شاء الله بتحقيق الحلم، لأن أي واحد فينا كان كيتمنى أن هذا الحلم ويعني راه يدير المستحيل باش أنه يتحقق الحلم ديالو إن شاء الله. فالله يسهل الأمور على الجميع. فلمن له سؤال أو استفسار أو عن أي شيء فليتواصل معي عبر الفيسبوك، فأنا وضعته على الباج أوفيسيال في اليوتيوب. فرجاء رجاء رجاء للمشاهدين ولمن أول مرة يشاهد فيديوهاتي الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. يجب أن نصل إلى 1000 يعني مشترك لكي أعمل الفيديو مباشرة. فجزاكم الله، هذا يعني طلب مني لكم جميعا إخواني أخواتي والمشاهدين جميع المشاهدين الكرام، المرجو الاشتراك في القناة لكي أستطيع أن أعمل فيديوهات مباشرة. يعني هناك أخبار يعني تكون بسرعة، ولكن بحكم
بحكم هنا يعني العمل والأسرة يعني الانشغالات لا تتيح لنا الفرصة إلا لما يكون لدي وقت وجيز لكي أعمل فيديو ويعني يشاهده الجميع. فشكرا للجميع، شكرا على مساندتكم، شكرا على دعواتكم. فوالله العظيم كما قلت أنا متفائل جدا بهذه السنة. إن شاء الله سوف يكون هناك إن شاء الله قرار لصالح الفائزين، فأتمنى التوفيق للجميع والله يسهل الأمور على كل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي لكم، السلام عليكم.